هو مع مول المحل الكريم عنده تقريبا واحد 14 عام في هذا المحل. كان شي امور اللي وقعت بينه وبينه، كنحس بواحد المضايقات. ثاني حاجه اتفق مع واحد السيد كيدعي انه في فرنسا وكيقول باننا غادي نفوت غادي نفوت، هو كان عنده محل شي ذات كيف داير لي شركه. الامر هو اتفاق بيناتهم. فرنسا عنده محل ديال تنقيب. هادي كريم عنده دار داير فيها شي ذات كيف ومعايا ناس ودير شركه ومعايا ناس خدام معايا و كلشي الامور عندي واضحه، يعني الرخصه كلشي المسائل ديال. ودابا كيضايقني كيقول لي مع اتفاق مع هذا اللي بغى يخرجني كيقول لي ما هو غير نشاط مول المحل، وهو كيقول بانني عندي ساكن ما كاريش لك عمل. يعني انا متفق معك عقد الكراء ساكن، هادشي مشاكل كثيره صراحه، مضايقات اكراهات وكل شيء كيحسب عليك، ما كاينش شي حاجه واقفه. انا كنطالب المغاربه يتدخلوا معنا ويديروا معنا حل. اي واحد شاف اللي ما كيعزيش الحقره يشوف من حنا، يعني هاد الناس راه ضايقونا بزاف بالنسبه ماديا بالنسبه نفسيا بالنسبه للخدمه ديالي كلشي اثر عليا. هاد جوج هاد الناس تابخوا الله يديهم. انا كنتمنى من المغاربه اللي ما كيبغوش الحقره من طنجة للقويره والجاليه المغربيه في فرنسا وفي العالم كامل يتدخلوا مع مصطفى مبروك، لانني معايا اسر خدامه معايا وانا مقاول وانا من المستفيدين من مبادره تنمية البشريه. هاد العام هذا وهاد الناس مازال بالله يديهم ما بغاوش يفوتوني، ما بغاوش يفوتوني. يعني الرقم ديالك؟ رقم التليفون ديالي هو 06 39 25 83 05. كنطالب من الناس يتضامنوا معنا كاع الحقوقيين والفاعلين الجمعويين واللي ما كيبغيش الحقره يتضامنوا معنا. كنشكر المغاربه من طنجة للقويره باش يدخلوا معنا في اقرب وقت ان شاء الله.